بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في قناة ميليتاري إلسكو. عارفين لعبة البينج بونج أو تنس الطاولة؟ اعتبروا إن عم العالم تابون بيلعب مع الرئيس الروسي بينج بونج، والكورة هي فرنسا، الكورة هي فرنسا، شغالين يحدفوها لبعض. نبدأ الأول بأول ضربة من روسيا، وبعدها هقول لكم ضربة الجزائر. من كام يوم قلنا ان فرنسا عاوزة تحضر قمة بريكس في جنوب افريقيا. يا بجاحتك، ايه البجاحة دي؟ يعني مفيش دم خالص، مفيش خجل، مفيش كسوف، اللي اختشوا ماتوا يعني. المهم، جه اول رد رسمي من روسيا. نائب وزير الخارجية الروسي اعلن ان روسيا ابلغت جنوب افريقيا رفضها حضور الدول الغير صديقة لروسيا قمة بريكس، ومن ضمنهم فرنسا. كلنا عارفين قمة بريكس القادمة هيتم عقدها في جنوب افريقيا ان شاء الله، ويا رب الجزائر يتم قبولها. المهم، روسيا قالت من حق جنوب افريقيا تختار اللي هيحضروا القمة، لكن ده لازم يكون الاول بمشاورات اعضاء مجموعة بريكس. نائب وزير خارجية روسيا قال بوضوح ان رؤساء الدول اللي بيمارسوا سياسة عدائية ضد روسيا وعاوزين يعزلوا روسيا دوليا ملهمش مكان في قمة بريكس. طبعا عزيزي المشاهد، مش محتاج اقول لك ان جنوب افريقيا هتاخد كلام روسيا بعين الجدية، يعني ده اعتقاد الشخص. يعني اكيد جنوب افريقيا هتسمع كلام روسيا وهتنفذ طلب روسيا. انا هنا عاوز اتكلم عن شيء غريب وشيء محزن. الشيء الغريب ان ازاي يا فرنسا عاوزة تحضر قمة، يعني قمة بريكس هيحضرها شخص صدر امر اعتقاله من المحكمة الدولية اللي هو الرئيس الروسي. ازاي هتحضري قمة بريكس وهي اصلا معمولة ضد امريكا وحلفائها اللي فرنسا واحدة منهم؟ ده الشيء الغريب. طيب ايه الشيء المحزن؟ الشيء المحزن نفسي يكون في القمة العربية وخصوصا الاخيرة مشاورات زي كده، يعني مشاورات بين جميع الدول العربية قبل حضور اي شخصية زي زيلينسكي اللي حضر. يعني انا زعلت لما شفت روسيا بتعترض على فرنسا بقلب جامد، لكن مفيش دولة عربية قدرت تعترض على وجود زيلينسكي بقلب جامد. يعني أبرز شيء في القمة العربية هو عدم سماع الوفد السوري لكلمة زيلينسكي، يعني معنى كده إن سوريا ما كانتش موافقة. القمة العربية للعرب، ولازم كان يحصل توافق قبل دعوة الضيف. فموقف روسيا مع فرنسا فكرني بموضوع زيلينسكي والقمة العربية. قلنا في أول الحلقة إن عم العالم الرئيس تابون بيلعب بينج بونج مع الرئيس الروسي. دي كانت ضربة المضرب بتاع روسيا. جه دور الجزائر علشان تصفع فرنسا. رئيس مجلس الأمة الجزائري السيد صالح قوجيل، يخوف الراجل ده، يعني عليه نظرات حادة كده زي هواري بوميديان. المهم، السيد قوجيل قال جملة من نار، هقرأ لكم زي ما جاءت في الصحيفة: إن بقايا الاستعمار الفرنسي ما زالت موجودة ووصلت لحد التعليق على النشيد الوطني، لأن الاستعمار الفرنسي كان استعمار إبادة. السيد قوجيل وصف اللي علقوا على النشيد الوطني إنهم بقايا استعمار فرنسي. كلنا عارفين إن وزيرة الخارجية الفرنسية علقت على الموضوع ده، وقالت على المقطع بتاع النشيد الوطني انه غير مناسب، المقطع بتاع يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. فعم قوجيل ادالهم رساله وسط السطور: انك يا وزيره فرنسا من بقايا الاستعمار، فرنسا مش عارفه تلاقيها من روسيا ولا تلاقيها من الجزائر، فرنسا الان كرة بينج بونج حائرة بين عم العالم والدب الروسي. قبل ما انهي الحلقة عاوز اقول خبر سريع جدا. الامين العام للامم المتحدة قدم تهنئة للجزائر لحصولها على مقعد في مجلس الأمن. على فكرة، الأمين العام للأمم المتحدة معجب بسياسة الجزائر والرئيس تابون، واتكلمنا بالدليل في النقطة دي قبل كده. حلقتنا خلصت، بوجه تحية للجميع، ومبسوط جدا من اللي كتبوا لي على الفيسبوك وقالوا لي بيتابعوني منين، وهقولهم دلوقتي. تحياتي لوهران، خاصة منطقة أريزيو، وتحياتي لعاصمة الجزائر خصوصا دائرة زردلق وأضرار بلد الأحرار جنوب غرب الجزائر، وتحياتي لبجاية الساحلية الجميلة، وتحياتي للمسيلة بوسعادة منطقة الهامل.
تحياتي لكم جميعا، حفظ الله الجزائر، تحت الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.